رجعنا لحضراتكم مرة ثانية ومعانا اتنين من النجوم. النهاردة الحلقة هتبقى مميزة، الجانب الفني والجانب الإحصائي وكلام هتلاقوه معانا فقط هنا في حضرة الناقد الرياضي الصديق العزيز أستاذ أحمد رصاص اللي دايما منورنا بإحصائياته وأرقامه. منور الدنيا. خليك يا دكتور، سعيد بيك طبعا. أخبار الدنيا كله تمام؟ الحمد لله، وسعيد بأخويا وائل طبعا. طبعا نجمنا بتحليل الجميل النهاردة. نجمنا المحبوب التحليل الفني بكل تأكيد. إنما حلى وائل فؤاد طبعا. حبيبي يا أستاذ أحمد. حبيبي ده أنت أستاذنا ويعني. ربنا يخليك يا رب. طبعا صديقنا العزيز والنجم الموهوب أيضا في التحليل كما كان موهوبا في كرة القدم، الصديق العزيز كابتن وائل فؤاد، منور الدنيا. حبيبي يا دكتور، ده أنت اللي حضرتك منور ومتألق ودايما يعني اي حد بتواجد مع حضرتك شرف لي والله يا دكتور. شكرك. طبعا برحب بالنجم الكبير الكمبيوتر، يعني النجم الكبير والصحفي الكبير الاستاذ احمد القصاص، اخويا وحبيبي يعني. طيب تعالوا مع بعض الاول نشوف سوق المدربين في القسم الثاني ماشي ازاي من خلال الانفو ده ونرجع نكمل تاني. يلا يا شباب. كده يا كابتن قصاص، عندنا 25 نادي شمالهم رياح التغيير في منصب المدير الفني، 36 مدير فني ما بين إقالة واستقالة، الجولة الرابعة قبل فترة التوقف شهدت وحدات 9 تغييرات في الأجهزة الفنية، عدد كبير. آخرهم يا دكتور طبعا كان الحمام كابتن ياسر عبد الواحد، وتم تعيين مؤقتا مكانه تامر فاروق اللي هو المدرب العام، تم تصعيده مؤقتا في الحمام. ممكن تامر عنده ماتش مهم الأسبوع الجاي وعنده 3 ماتشات بعد كده على ملعبه. ودي فرصة ذهبية لتامر فاروق ان هو يثبت وجوده كمدرب جديد. لو نجح ان هو يكسب الثلاث مباريات اللي على ملعبه هيدوله فرصة في الحمام. نظرا للامكانيات المادية المعدومة تمام في الحمام. النهارده انت عارف اللي بيصرف نور رسلان، العمدة عادل رسلان، ابراهيم رسلان، وما فيش امكانيات، فهم يعني اتجاه كبير ان هم يدوا لتامر فاروق. العبور طبعا كرم جابر رحل بعد الجولة 12، والكابتن هاني العقبي، كابتن هاني عمل اول ماتش فوز كبير جدا، وده بيوريك برضو ان الكابتن هاني مدرب كبير يقدر يغير ولو حتى من خلال ايه اسبوع يا كابتن وائل، يقدر يعمل حاجه طالما مدرب عنده خبرات. نبروه طبعا رحيل الكابتن عبد اللطيف الدوماني وتولي الكابتن ياسر عبد الواحد. رغم تولي الكابتن ياسر لكن الكابتن عبد اللطيف لم يقصر يا كابتن وائل كمدير طبعاً. فنيا هو طبعاً. مدرب عمل نتائج مع فرق أنا كبيره. انا بقول أستاذ أحمد في رحيل الدوماني يعني قرار، أعتقد يعني قرار غريب، يعني كلنا استغربنا دكتور لأن الدوماني ماشي كويس، لكن طبعا ده أنا مش قصدي على كابتن ياسر عبد الواحد، كابتن ياسر من المدربين، هي رؤية يعني طبعا واحد الأسماء الجميلة، صعد طنطا وقبل كده بنبروك، لا مدرب كبير، الأسماء الكبيرة جدا يعني، مدرب كبير كابتن الدوماني، وف وبتجمعه يعني علاقة صداقة كبيرة جدا مع السيد أحمد أبو ضحى رئيس نادي نابورو، وأنا متأكد من كده. نتكلم في حتة مدربين برضه يا دكتور عشان برضه ناخد حقنا نقطة نوضح للناس أنت بتقدر تشتغل مع إيه؟ مع مين وإزاي؟ تمام. الكابتن أمير عزم مجاهد أو الكابتن، هنبدأ الأول بالكابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح ساب السكة وهو عامل فرقة يا كابتن وائل طبعًا. وهنا المدرب اللي تاخد منه بقى صح. تشتغل. ممكن الكابتن محمد عمل فرقة جاهزة خلاص للصعود لكن يقابله سوء توفيق. يجي مدرب زي أمير يبدأ يشتغل ويحلل ويقلب الفرقة بتاعته، يطلع المنتج اللي انت شفته أقوى منتج في الدوري حاليا أمير مع السكة، 8 مباريات مكسب، ده بيوريك ان برضه مجهود أمير ومجهود الكابتن محمد صلاح نفس القصة، ومجهود الإدارة اللي وراه، ومجهود الإدارة طبعًا. لا إدارة إيه؟ سيد عيسى وحسام بصراحة الاثنين، وليد أنور والمستشار حسام، وليد أنور حاجة يعني ملحمة جميلة بتحصل في السكة الحديد. لكن احنا بنتكلم الأول، ده رسالة لرؤساء مجالس الإدارات ان هو دايما يجيب مدرب في اول الموسم، مدرب يقدر يبحث السي في بتاعه، هو بيقدر يجهز فرقة كويس عشان لما يغير مدرب يبقى الفريق بتاعه واقف على رجليه. نفس القصة حصلت فين مع السيد عيد في بتروجيت، ما مشى هيثم شعبان
ومستر معتز عاملين فرقه محترمه في بتروجيت السنه الجايه تبيعها بملايين. محترمه. دخل السيد عيد. وعدد توفيق بس يا كابتن. يعني دخل السيد عيد من المدربين الكبار طبعا يا كابتن. ما هي رساله ليه بقى يا دكتور ايهاب؟ انت وكابتن وائل لمجالس ادارات انه ايه مدرب اهو يقدر يعمل فرقه تاخد منه تاخد من مدرب كبير زي ده تشتغل كويس طبعا. لما تغير نفس القصه حصلت فين في السكه رغم ان امير عمل مجهود خارق في اسبوعين وجاب 7-8 لعيبة 10 بس واقفين على رجليهم جاء الكابتن نبيل محمود قدر يغير في المنيو وياخد من نبيل ياخد من امير عزم مجاد ويعمل نتائج كويسه فانا ده رساله للانديه نفس القصه حصل في الانتاج انا عايز بس اقول يا استاذ احمد في موضوع انتقالات المدربين ده يا دكتور يمكن بعض المدربين اللي احنا عرضنا صورهم يعني في قرار من مجلس الاداره مثلا برحيل فلان او الكلام دوت وتعاقد مع نادي تاني لكن انا بعتبر يعني قرار او تغيير غير موفق من حسام عبد العال. حسام عبد العال انا لو منه مكانه كابتن الانتاج الحربي نادي كبير جدا واسم كبير جدا لكن انا ماشي كويس مع ديكيرنس راجل رئيس النادي مديني ثقه راجل بيحبني سبورت ليا دايما يا استاذ احمد من الممكن ديكيرنس يبقى من الفرقه اللي ممكن مرشحه بالصعود اسيبها ليه واروح فرقه في مجموعه صعبه جدا جدا ومع كامل احترامي طبعا الانتاج الحربي ممكن عدم توفيق بس لكن هم فرقه محترمه ومعاهم طبعا شريف شعبان مدير كوره الراجل عامل مجهود جبار ستة وعشرة من طبعا جميله جدا لكن انا كابتن احمد ما اخدش الخطوه اللي هي اقول لك ايه اللي هي ما تزودليش يعني انا اروح انا مثلا فرقه مثلا موقفها كويس الكلام ده كله فطبعا انا بعتبر حسام عبد العال يعني رحيله او ان هو ساب ديكيرنس اعتقد دي طيب. من الحاجات الغلط اللي خدها او قرار خاطئ يا كابتن طب اسمح لي ارد عليك في الجزئيه دي كابتن حسام اول مره يشتغل راجل اول في ديكيرنس الخضر ابراهيم بصراحه يعني رئيس نادي ولا اروع ولا اجمل عطله فرصه ووقفه في ظهره وركبه في الحته ديت وبقى هو نجم الكابتن حسام عبد العال يا استاذ وائل ما عندوش خبرات ان هو يبص للنقطه دي وعايز يغير مع وعايز يثبت وجوده مع فرقه ثانيه لو اي مدرب جديد وما عندوش خبرات ما هيعمل ديت لكن هو كابتن حسام ممكن مع التجارب هيتدارك دي مستقبلا لكن هو خطوته اللي خدها انا بقول لك حساباته كلها كانت رايحه فين انه غير ديكيرنس اسمه ارتبط بديكيرنس هو يروح لايه يجرب نادي جديد ونادي كبير ويعني لما ارتبط كابتن صلاح النهي غاب كم 20 سنه مع الكروم ما هو برضه يحتاج انا برضه مرود كابتن وائل بس هو لازم ياخد الخبره الخبرات يا دكتور ايهاب لسه حسام ما خدش الخبرات فبديكيرنس هو النادي الوحيد اللي اشتغل فيه كان لازم يغير كابتن وائل ماشي يا كابتن بس انا ماشي يا كابتن احمد بس التغيير يا كابتن يا دكتور ايهاب لازم يبقى في توقيت يزودني ما يقللش ومثلا يضيع رصيدي او النجاحات اللي انا عملتها مع ديكيرنس ديكيرنس انت هناك بتشتغل عندك المهندس الخضر بيسبورت ليك بطريقه جداً. بطريقه جامده جدا والمجموعه سهله الله ينور عليك سهله مجموعه صعبه سهلة. مجموعة جماهيريه بس على الاقل يعني موجود في القاهره اصعب بكتير من انا اروح لعش الدبابير ليه في مجموعه القاهره دكتور هو راح واخد خطوه هو راح السؤال برضه عليه انا هقول لك على حاجه هو الانتاج فعلا عبد الناصر محمد عمل فرقه في اول الموسم يا دكتور فعلا الفرقه دي تنافس على الصعود عايزه بس شويه شغل فحسام درس الفرقه قبل ما يروح هو راح وعارف ايه عارف ان عندهم فرقه شريف شعبان عشان برضه الناس ما تفهمنيش غلط انا بتكلم على أيوة موقف أيوة. الانتاج الحربي في الجدول الانتاج الحربي نادي كبير نادي اي حد يتشرف ان هو يمسكه طبعا وعملوا مجهود وقلت ان شريف شعبان هناك عامل مجهود خرافي بصراحه والراجل بيحاول على قد ما يقدر لكن انا بتكلم على موقف الانتاج الحربي انا ابقى ماسك يا كابتن فرقه بتنافس وممكن تصعد للدوري ممتاز واروح اسيبها واروح لفرقه مثلا مش موفقه ونتائجها مش حساب لي ان نصعد بالفرقه للدوري الممتاز طبعا يا كابتن ديكيرنس وارد ممكن تصعد يعني من الفرقه او خليني اقول لك الثلاث اربع فرق اللي ممكن يصعدوا في المجموعه الاولى ثمان مديرين فنيين اللي استمروا من بدايه المسابقه لغايه دلوقتي بالظبط تمام اللي هو الكابتن احمد مصطفى بيبو أيوة. هنا ديرور كابتن سعد فاروق تمام عندنا كابتن هشام عبد المنعم مع بترول اسيوط عندنا كابتن كمال الزين في شبان هنا عندنا ابراهيم صدق في ملاوي عندنا لافينا جورج جليلي طبعا وعندنا كمان نصر التعدين اشرف عرب وعندنا مصر المقصه طارق حجاج في المجموعه الثانيه سبعه مستمرين من بدايه الموسم اقول لحضرتك هم القناه كابتن حليم
صلاه كابتن جمعه مشهور، ترسانه كابتن خالد عيد، منتخب السويس كابتن ياسر الكناني، عندنا زد كابتن مجدي عبد العاطي، وادي دجله ايجور توليتش، وبورتو السخنه كابتن اشرف توفيق. في المجموعه الثالثه عندنا سبعه مستمرين، المنصوره كابتن احمد ساري، بلديه المحله كابتن احمد عبد الرؤوف، اويلا زميله كابتن ايمن المزين، سبورتنج كابتن احمد فاروق، عندنا طنطا كابتن عمرو انور، بروكسي كابتن محمد حامد، ومريد شبين كابتن عصام شعبان. لك ان تعرف زي ما قال كابتن حمد عبيد دلوقتي صديقنا ومراسلنا، بايونيرز اربع مدربين في ثلاث مباريات في 13 مباراه، محمد عبد الله، حسن موسى، حسن كفته، واخيرا عيد مراسي. وانا بحيي حمد عبيه ان هو عنده وعي في الحته ديت. يا دكتور ايهاب هتبص على كل الفرق اللي تلاقيها بتنافس او ترتيبها متقدم في الجدول، الانديه اللي عملت استقرار. وانا بحيي فعلا الانديه او مجالس الادارات زي كابتن محمد حليم كده، مجالس الادارات يا دكتور، العنصر عنصر الاستقرار يا دكتور في اي نادي اهم من العنصر طبعًا. الفني يعني مثلا هتدي مدرب 50-60% فنيات، لا ادي الاستقرار 100%. طالما عندك استقرار يبقى، وانا مع مجالس الادارات عشان كده يعني المنصوره او نادي بروكسي لو جه غير مدرب انا ضد التغيير، لان هو خلاص المدرب ده ناجح، عمل فرقه كويسه، قدر يدعم، قدر يوقف على رجليه، فالتغيير في نص الموسم يا كابتن وائل بيهدم المنظومه الكرويه تماما، وده من زمان الكلام ده موجود ومعروف يعني. دكتور ايهاب عايز ادخل لحاجه برضو هتدخلنا، لازم نتكلم في قضيه مهمه جدا قبل ما نخش في الحته ديت، ودي رساله لاتحاد الكوره. انا الاول دوري القسم الثالث احيي الاستاذ مصطفى عيسى، بيشتغل وبيبذل مجهود خارق مصطفى عيسى، لان في مشاكل كتير جدا في المجموعه هناك، وانا بطالب الاستاذ اشرف ابو حليم، انا بقول له الغرامات الماديه على ملاك الشباب، انت بتشتغل انت النهارده بتقود، ما المشكله تبقى لله. ما انا جاي لك يا دكتور ايهاب، انا جاي لك. كل الانديه في القسم الثالث والرابع ملاك الشباب، يعني معلش يعني بيلموا فلوس عشان يسافروا، فبمطامير النهارده بيلموا فلوس السفر الزعفران. انا جاي لك، انت اخطات انا جاي لك، ولا تتسبب انا جاي لك يا دكتور، انا جاي لك موقف لله يا دكتور، انا جاي لك نراعي الانديه اللي هي ما عندهاش امكانيات ماديه، ابو مطامير غيره الدلنجات، ازاي تراعيها؟ قول لي تراعيها ازاي، هنقول لك اهو، بس الاول اوصل رساله. بس الاول الانديه دي بتلم زي النهارده بمطامير، بسافر الزعفران معاهمش 15000 يسافروا بيهم. طب هم معاهمش اتحط لهم عقوبات ماليه 7-8 مرات لولا تدخل البعض عشان يشيلهم، معاهمش. فانت ناوي تعمل ايه بقى يا دكتور؟ استنى بس، انت عاطي له عقوبه للعيب 3 مباريات، لا ندي له 4 وندي له 5 ندي له 6 وما نحطلوش غرامه ماليه، مالكش شباب ما فيهاش، والانديه دي كلها انديه على اهداف القسم الثالث والرابع. اتمنى بس ان يبقى روح القانون موجود في القسم الثالث والرابع، وانت يبقى انت تزود العقوبات الايه اللي هي الايقاف او لكن ابعد عن العقوبات الماليه، الانديه مش مالكش شباب ما عندهاش مش متحمله. طب انت عارف انا بس هقول لك انك تدي عقوبه. بص انت عارف الحاج عامل حسين مشرف على المسابقات، يجي مثلا حاج الاستاذ احمد قصاص عليه عقوبه 5000 جنيه بيعمل تظلم، الحاج عامر بينزلها للنص صراحه ما بتاخرش، ومعاه الاستاذ مصطفى عيسى وايضا مجدي الشيخ في القسم ده بينزلها للنص، قمه النجاح بينزلها للنص والله مباشره. الحاجه الثالثه يا دكتور، انا بس عايز اوجه رساله لاتحاد الكوره، انا مش ضد دوري المحترفين، لكن رساله من النهارده ليه؟ عشان يقدر اتحاد الكوره يشتغل على دوري المحترفين النهارده. عندك النهارده الدوري هيتلعب على كام اسبوع يا دكتور؟ هيتلعب على 9 شهور. تمام، ما انت عندك 38 اسبوع. تمام، عندك هيلعبوا حط فيهم امطار بقى واعياد وبتاع، الدوري هيبقى هو عندك 18 نادي. ايوه ماشي هيبقى 10 شهور. 10 شهور يعني انت عندك ايه الاول حاجه؟ ليه؟ يبقى انا 18 نادي زي الدوري الممتاز وبتلعب في 10 شهور. ايوه 10 شهور يا دكتور ماشي، انا بس اصل هو البعض مش 10 إيه؟ ما انا جاي لك 9 شهور ولا زيه زي الدوري الممتاز. ايوه يبقى أنا هنا الهدف من القصه دي، بس رساله بوجهها لاتحاد الكوره، يبقى انت محتاج حاجه عشان ده دوري مش هتقدر تضغطه. تمام. تضغط الدوري تعمله دوري مضغوط، يعني في الاسبوع تلعب مرتين، لا مش هتقدر. ليه؟ لان اللي رايح يلعب اسوان عايز 4 ايام، ما تقدرش تلعبه مرتين، اللي جاي من اسوان مطروح او اسكندريه عايز 4 ايام، يبقى انت ابعد عن نقطه هتلعب كل اسبوع مباراتين. فالحاله دي تعمل ايه بقى؟ تفتح القايمه بدل ما هي 30 لعيب ده اول حاجه، تزودها ل 35 لعيب. اتمنى اتحاد الكره يبدا يحط في الجدول بتاعه. ماشي. نمره 2 الافارقه 2، يبقى انت عندك ايه؟ تزودهم ل 4. ليه؟ لان لازم يبقى عندك دكه كبيره تستحمل الايه؟ الدوري الطويل، لانك انت الدوري الممتاز غير الدوري القسم الثاني. نمره 3 يا دكتور، انت عندك النهارده الـ 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 المصروفات اللي هي ايه؟ محتاج لكل نادي على الاقل
انت النهارده الدوري يعني عندك زد في ثلاث اربع لعيبه وصلوا مليون ومليون ونص، منهم محمد سمير طبعا في زد بمليون ونص، ده اغلى لعيب في دوري ايه؟ في دوري القسم الثاني. كل الدوري المجموعات الثانيه وصلت 600 و700، انت دوري القسم الثاني السنه الجايه القيمه السوقيه بتاعت اللعيبه هتزيد، يبقى النادي اللي كان بيجيب ب 15 مليون هيجيب ب 20 مليون تمام 25 مليون طيب. حط له تكلفه سفريات لما يروح اسوان على الاقل هيصرف في السفريه تذاكر طيران واقامه 250,000 بالساك، هنحسبهم لك طيران بالجنيه تمام، يبقى انت محتاج 250,000، يبقى انت النهارده عايز اقل ميزانيه لاي نادي 30 مليون. ليه ليه؟ لا يا دكتور بس انا هناقشها معاكم مع كابتن. طيب بص هقول لك، انت هتسافر، انت هتسافر لاسوان لو 30 لعيب 32 لعيب، لو سافرت اسوان حابب سفريه واحده ايوه ماشي تمام، ما هو رايح جاي يا باشا 250,000 رايح جاي بالاقامه تمام اه، هتبقى سفريه واحده، اللي عايز ميزانيه اكتر اللي جاي من اسوان اللي هتسافر كمان اسوان ماشي، ممكن السفريه دي ما هو ده بنتكلم عليه، امال ده انت هتسافر سفريه واحده ده اسوان، ممكن السفريه دي كمان تبقى مره بس بالطيران اللي حصلت معانا احنا تمام. سافرنا مره طيران فاتغلبنا رجعنا في القطر يبقى انت برضو رساله تخلي بالك من دعم الانديه السنه الجايه تمام. الحاجه الثانيه انت مش هتلعب في رمضان تمام، لان عندك الصعيد موجود، يبقى انت من دلوقتي تدور على الملاعب اللي فيها اضاءه كاشف تمام بالليل عشان تلعب في رمضان تمام، عشان ما تضغطش الدوري لانك مش هتقدر تضغط كلام الدوري. جميل رسائل موجهه، كلام موجود ورسائل مهمه جدا، لكن خلونا ناخد على الهاتف صديقي العزيز الحاج احمد ابو ضحى رئيس نادي نبرو. يا حاج احمد مساء الفل، منور الدنيا. مساء النور يا دكتور حبيبي. يا دكتور قول لي هتسافر بالطيران ان شاء الله لو ساعدت ولا ايه؟ والله هنسافر بالصاروخ بس نصعى بس نسعى تشوف عشان بس ترد على الحاج احمد القصاص وقول له سافر بالصاروخ بس اصعد. طبعا عاملين موسم اكثر من رائع، بنبارك لك على الفوز الاسبوع الماضي على جمهوريه شبين بهدف فريق جمهوريه شبين، فرقه كويسه جدا وعامله موسم اكثر من رائع كده. جمهوريه ابو قير حاليا نبرو عندها 19 نقطه في المركز التاسع. عاوز بس أكد لحضرتك على ما أثير الأسبوع الماضي، والبعض قال إن الكابتن الدوماني بعت رسالة وبقول إن أنا ليا 6 شهور، الراجل عمره ما بعت حاجة، ولما أنا بكلمه حتى قال لي أنا العلاقة اللي بتجمعني بالحاج أحمد أبو ضحى علاقة كبيرة جدا وعلاقة عيش وملح واكلين مع بعض، وحتى أنا متفق مع الحاج أحمد فلوسي أنا واخدها إزاي ومفيش أي حاجة متأخرات مع الحاج أحمد أبو ضحى. ده اللي قاله الكابتن عبد اللطيف الدوماني واللي هيأكد عليه أيضا دلوقتي. اتفضل يا حاج أحمد. نعم بداية كده بالنسبة لموضوع ان انا فوجئت الحلقة اللي فاتت ان انت عرضت وقلت ان في طبعا الجهاز ما قبضش مستحقاته لمدة 6 شهور والكلام ده طبعا غير صحيح بالمرة، وانا عرضت اللي انت بعته وبعت وعرضت اللي انت جبته وقلت ان ده اخر مبلغ متقاضي الجهاز في المباراة الماضية. انا قلت الكلام فوجئت برضه بالشيء الثاني ان احنا طلبنا من المدير الفني السابق ان هو طبعا ايه يقدم اعتذار وما قدمش، ودي حاجه ما تقللش مننا بل المفروض ان هو يعني لما يقدم اعتذار افضل من ان هو يقال اقاله، فدي كانت طبعا تقدير ليه وهو طبعا ايه ما قدمش اعتذار، فالامر عادي يعني. الشيء اللي هو الثاني العلاقه ما بينكم علاقه حميميه وانا عارف الكلام ده. الشيء اللي هو الثاني انا بالنسبه لنادي نبرو والامكانيات والماديات مفيش حد يقدر يزايد علينا فيها، لان الحمد لله انا عندي العقود بتاعت اللعيبه مستلمينها بنسبه 100%، عندي نظام التغذيه، عندي نظام السفر في احسن فنادق، عندي مكافئات المباريات يعني على طول اول باول على طول بياخدوها اول باول، حتى لو في اللائحه ان هو يخسر مباراه الخصم باجي بعد كده وبشيله منهم. والمباراه اللي فاتت دي يعني انا خسرت مباراتين مع الجهاز السابق وده كان سبب التغيير طبعا من العمليه توفيق وعدم توفيق. ان خسرنا مباراتين طبعا، المباراه الاخيره كانت مصر السلوم، مصر السلوم طبعا فرقه ما فازتش على اي فرقه خالص، كان شكلنا طبعا صعب جدا. مرحله التغيير ديت ما بتقللش من اي جهاز وما بتقللش من اي حد أكيد. هي عمليه توفيق وعدم توفيق. وانا عاوز اقول حاله يعني الصداقه اللي بتجمعك بالكابتن الدوماني والعيش الملح اللي انا بس يا دكتور عايز احيي الاستاذ احمد ابو ضحى. كابتن وائل فؤاد معاك. ازي حضرتك يا اول كابتن وائل عاوز يرجع يلعب طالما المكافات اول باول كده يرجع يلعب تاني معاك. لا تحتمل. ربنا يخليك. انا طبعا بحيي حضرتك يا استاذ احمد، يعني طبعا يعني حضرتك سيرتك سابقاك وبكل خير. بشكر حضرتك على الموقف الكويس ان الجهاز الفني اخذ مستحقاته دي، على فكره صدقني بتتحسب لحضرتك ومجلس اداره نبرو
ان انتوا اي حد بيتعب في نادي نابارو بتدي له حقه، فدي انا بحيي حضرتك عليها يا استاذ احمد والله. الله يخليك. برضه للتكمله علشان اكون واضح، باستثناء الكابتن عبد اللطيف الدوماني هو له كم شهر ودمت ما كانش من عندنا، لا ده هو الراجل طلب منك يعني كده مشكورا هو اللي طلب كده على اساس ان احنا كان في ازمه ماليه، قال لك ان احنا نمشي الامور بالنسبه حصل للفرقه وكفاءات ورواتب واكثر من كده ما فيش. هو قال لي هو يا حاج احمد، كابتن الدوماني قال لي انا اللي طلبت عشان الازمه اللي كانوا موجودين فيها، لان انا عارف اللي موجود عند الحاج احمد بوضوحه هاخده في اي وقت هطلبه فيه، ده اللي قاله لي بالنص بصراحه يعني. بالظبط كده، فانا فوجئت بس بالامر ان الامر بيتعرض على الفضائيات. لا ما كانش هو بس انا حتى وانا على الهواء الرساله ما كانتش من الكابتن الدوماني اطلاقا اطلاقا، ما ينفعش اقول بالنص. وانا كان موجود محمد عزم وهو المدير الرياضي للنادي، والراجل شرح الابعاد، وانت حضرتك لما بعت لي كشف المرتبات الخاص بالجهاز الفني انا عرضته بدون ارقام، وقلت حتى جت رساله قالت لي ده مكافاه، قلت لهم لا دي ارقام كبيره مش مكافئات، دي رواتب شهر. هاتوا لنا كابتن الدوماني يا جماعه على التليفون بعد اذنكم يا شباب. اتفضل يا حاج احمد. فالامر يا دكتور بالنسبه لنا ما فيش حد يزين علينا، احنا النادي عندنا في استقرار غير عادي. مش عايز اقول لك كم اللعيبه اللي بيتعرض علينا، وما بيتعرضش من فراغ، لا بيتعرض لان ما فيش لاعب. احنا دلوقتي السنة اللي فاتت الحمد لله صعدنا، وده أول يعني في خلال 7 شهور قدرنا إن احنا نصعد بالفريق لممتاز به. ليه؟ لأن احنا يعني ماشيين على مبدأ واحد اللي هو إيه؟ الدستور، الدستور دوت إيه؟ اللي هو حقوق اللاعب ناحيتنا ناحية اللاعب، أو اللاعب ناحية المكان. فأنت بتلتزم ماديًا مع اللاعب، وتقدر إن أنت تحاسبه وتقدر إن أنت تنجح. هتقضيها فهلوة وهتقضيها كلام وهتقضيها شعارات، مش هتلاقي نفسك. لا أنا معاك في ده، وبنتمنى لك التوفيق في مكان محترم، وأنا عارف أنت بتحافظ على حقوق الناس اللي معاك إزاي، والناس بيكونوا لك كل التقدير وكل احترام. وأقول كابتن عبد اللطيف الدوماني زي ما أكد لي قبل كده في أكثر من مكالمة بينه وبينه الأسبوع اللي فات، زي ما أنا قلت لك وقلت لك. فيعني دي سحابة صيف لم يخص وما تكلمش فيها كابتن الدوماني إطلاقا. قال لي أنا كانت في ازمه وانا اللي طلبت من الحاج احمد ابو ضحه، انا فلوسي موجوده في بيت الحاج احمد او في جيب الحاج احمد كانها موجوده في جيبي، ده اللي قاله لي كابتن الدوماني بالظبط يا حاج احمد ابو ضحه. بالظبط، وربنا يوفقه. يعني الكابتن الدوماني هو مدير فني ومحترم كبير، احنا يعني عمليه التغيير ديت هي دي طبيعه الكوره وطبيعه تمام. الحياه. طبعا تمام. الكابتن الدوماني معانا يا شباب. فدي ما بتقللش من المدير الفني في حاله التغيير، احنا عايزين الثقافه بتاعتنا تتغير كبير. كابتن ياسر عبد الواحد على فكره قولوا لي يا جماعه ان كابتن الدوماني موجود معايا. طيب اخد الكابتن الدوماني برضو على الجانب الثاني. كابتن الدوماني مساء الخير. الخير يا دكتور، طبعا برحب بحضرتك وتحيه كبيره، عايز اقول يا اخويا طبعا وحبيبي الحاج احمد اوضحه طبعا اكيد سيظل صديق واخ كبير وبتشرف بيه طبعا يعني، والموسوعه طبعا الاستاذ احمد القصاص طبعا حبيبي المحترم وكابتن وائل فؤاد وربنا يوفقكم جميعا يعني. طيب حبيبك يعني دمان. انت زي ما انت قلت لي ان انت اللي طلبت من الحاج احمد ابو دوحه تاخير المستحقاتك الماليه للازمه اللي كانوا موجودين، فقلت لي اللي موجود عند الحاج احمد انا في اي وقت باخده ما فيش اي مشكله، مظبوط الكلام؟ يا كابتن مش عايز ازيد على الحاج احمد، على حب الحاج احمد واحترامي للحاج احمد، احنا اصلا احنا اصدقاء واصحاب واخوات بعيد عن عن الكوره تماما تماما يعني. جميل. وانا هو لازم والله ربنا الشاهد على كلامي يعني، انا بقدره جدا وبحترمه جدا وهو عارف ده، وانا مفيش ازمه في موضوع الفلوس. الحاج احمد كان بيديني مرتبات اقول له لا انا عارف كتر خيره، الراجل بيصرف من جيبه وراجل بيكافح وراجل بيحارب وكل الناس عارفه كده، فبالتالي احنا كنا منظومه واحده وكنا يعني متفقين انا وهو ان احنا لو في ازمه انا اشيل، اقدر اللي اقدر اعمله اقدر اعمله. جميل. فبالتالي ده النجاح اللي وصلنا له في التوقيت ده. فحوار الفلوس عمر ما اشتكيت ولا هشتكي عشان تبقى حضرتك عارف يعني. والفلوس واخدينها والامور زي الفل. وانا والله العظيم اسعد واحد في الدنيا ان الفريق كسب امبارح، اقسم بالله بتمنى التوفيق من كل قلبي. احنا تعبنا في الفرقه دي تحديدا انا والحاج احمد من اول يوم، وجبنا لعيبه وعملنا فرقه والحمد لله ركبنا فرقه كويسه وكونا فرقه كويسه، فرقه عندها شخصيه، فرقه بتعرف تجيب بالثلاثه بونت، فرقه الحمد لله كل بيعمل لها حساب. اتمنى ان شاء الله يا رب التوفيق الفتره الجايه، وان شاء الله يكون النادي في مكان افضل من كده. لكن انا عايز اقف عند منطقه يعني ما ينفعش انزعل من الحاج احمد، ما ينفعش ولا الحاج احمد يزعل مني. صدقني والله يعني جيت اتمرن اروح لنابارو وصدقني يعني مش الحاج احمد بيكافح، انا مش بجامله والله العظيم، ده مش في النادي اهو،
وصعب ارجع نبره تاني. لكن انا يعني الراجل بيجتهد والراجل بيتعب والراجل بيجيب من بيته وانا عايش وعارف هو بيعمل ايه عشان خاطر البلد عشان خاطر الكيان، وفي الاخر ربنا بكلل مجهوده. يعني انا ربنا يوفقه، ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. وفي الاخر دي فرقتي ودي لاعيبتي. وعلى جميل. فكره يا كابتن دكتور والله انا اول واحد ببارك للكابتن ياسر وقلت له ربنا يوفقك. ومكلمه لما بيكلمني كلهم قلت لهم لو بتحبوني كملوا على اللي انا عملته. جميل والله والله تمام يا حاج احمد. يا بطوحة الصوره وضحت؟ وضحت يا دكتور تمام. وبشكر الكابتن الدوماني تمام. وبتمنى كده من ربنا كابتن دوماني بدير فني محترم. انت راجل جميل وكابتن. وانا قلت له الكلمه دي حتى قبل ما يجي معايا، قلت له انت مكانتك والله دوري ممتاز مش حساس بيه. لا بصرف النظر التغيير ده عشان حاجه واحده. انا بحترمه على المستوى الشخصي. يعني انا بكلمك بصراحه ده انا بحترمه جدا جدا على المستوى الشخصي. جميل. انت حاجه والله ربنا يخلف عليها. وانا عمري في حياتي ما عملت مشكله خالص. انا عارف اللي ما بينكم وعمق العلاقه اللي بتجمعكم. بالتوفيق حاج احمد ابو ضحى رئيس نادي نابارو. بالتوفيق كابتن عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك وغازي المحله والمدير الفني السابق لنادي نابارو. انتوا الاثنين اصدقاء وده دورنا اللي احنا نقرب المسافات. بشكركم شكرا جزيلا. طيب سعيد خلينا بقى ناخد بقى. لا انا سعيد بالمكالمه دي يا دكتور. لا احنا دورنا يعني كاعلام نلم الشباب. طبعا مش نبعد الدنيا ونها وجود. نشوف افضل 5 اهداف ونختار هدف ونرجع نكمل مع حضراتكم. رقم 2 عبد الحميد محمد هدف عن طريق الليسي عدى فوق وهدف التعادل. جول جاب غبته ورجع بهبته وبيسجل هدف التعادل لفريق الشبان. هذا دحل وجاب جول. هي يا نهار ابيض على الواد اللي جابوه ده، جاب هدف جميل جميل جميل. كابتن وائل يعني هم كلهم اهداف حلوه. لا انا عاوز اقول لك في اهداف اجمل. بس انا مش عارف مين اللي اختار النهارده. في اهداف اجمل من دي. يعني طبعا انا الاهداف كلها حلوه، لكن يعني الخمسه ما فيهمش يعني الابداع يا دكتور. بس ده اللي انا بقوله. في اهداف في اهداف اجمل. انا مش شايف اهداف مثلا اللي فيه حركه ومرونه ولياقه بدنيه عاليه. عبد الرحمن الدح مع 2 مدافعين حضن برجله خد الكوره. الهدف الخامس. الهدف الخامس هو ده الوحيد اللي فيه شغل جامد. تمام. انا شايف هدف هشام نيمار لان طالع تك اوف في وضع صعب وحاططها حلوه جدا. يعني جاي كمان من الحركه. في هدف كمان في لافينا النهارده اللي هو عمله لوب اللي هو عمله النهارده رائع. رائع. بس مش عارف الزملاء ما اختاروش. فهشام نيمار شايفه يعني اصعب وضع لعيب كوره يا كابتن في الكور اللي هي او الاهداف اللي اتذاعت. ده الهدف قدامنا. ده بتاع هشام الحبيب. رضا سعيد قايل لي زميلنا وصديقنا الاعلامي ان الهدف الخامس عبد الرحمن الدح قاطع راكب الكوره موجه صعب. هاتوا لنا برده هدف الدحه يا جماعه بعد اذنكم. ده ابن عبد الرؤ ده ابن وائل حبيب طبعا هشام نيمار. وده احد مكاسب طبعا مستر محمود الاسيوطي. وائل حبيب ده برده هدف الدحه. عمل مباراه امبارح. لا هو رجع الدحه اللي يلعب في الدوري الممتاز. بصراحه انا اتشرفت مع وجود العمده ابراهيم رسلان. كنا بنتفرج على الماتش. لا الدحه عمل مباراه استلام ومعاه لا لا لا, لا, لا رجع الدحه اللي كان يلعب في الدوري الممتاز. والله لا رجع ما شاء الله. دحه يلعب دوري ممتاز. وبعدين الجون بعيد عنه. لا الركنه والحطه والاستلام. طيب قبل ما اروح بقى للمجموعه الثالثه صديقنا الاعلامي رضا سعيد. مساء الخير يا دكتور. تحياتي لحضرتك كابتن احمد قصاص استاذ وائل وكابتن وائل. من كامل احترام الراي الكابتن وائل الا انني مع الاستاذ احمد قصاص بخصوص كابتن حسام انه هيستفيد خبرات جديده خصوصا فريق الانتاج من فرق الدوري السابقه وممكن يكون لديهم خبرات صعود. وشكرا على هذه الحلقه الممتعه. طبعا انا بحب جدا. لا وانا بحترم وجهه نظره. تمام. صديقي العزيز حاج حمزه ابو عوض الضبعه مساء الانوار
شكرا غالي المحترم وتحياتي لضيوفك الكرام ومنورين الشاشه وسلامي لابو اشرف المحترم يسلموا عليك اهالي الضبعه جميعا. اشكرك يا حاج حمزه وتحياتي لاهل الضبعه جميعا. صديقي العزيز ايضا الاستاذ عاطف الجبالي العمد عاطف واحد من الناس الجميله جدا صح. وصديقي العزيز. عندي برضو بعض الرسائل على الواتساب. عندي الدكتور عادل حكيم مطروح بمسي عليكم والمستمتع بالحلقه. احترم الدكتور عادل برضو. عندي كابتن جميل. اشرف ريان حبيبي كابتن وائل منور معاك استاذ احمد رصاص. كابتن اشرف كلامك حبيبنا. يا كابتن وائل ممتاز. حسام عبد العال خسر من ذاكره العمل البحث عن الماده برضو راي خير. رضا سعيد طبعا دكتور محمد حشيش صديق العزيز منور الدنيا دكتور حشيش. كابتن حسام النشيلي بيقول منورين الدنيا ومستمتع بهذه الحلقه. طب تعالوا يلا بقى نروح للمجموعه الاولى ونشوف المجموعه الثالثه ونشوف النتائج هذا الاسبوع. الاولمبي فاز على بروكسي 3-2 وشريف الخشاب اخيرا الاولمبي يستفيق. سبورتنج يتعادل مع بايونيرز بدون اهداف وكفر الشيخ مع يعود ويتعادل مع بوكل الاسمده 1-1. طنطا يفوز على الحمام بهدفين مقابل لا شيء. ديكيرنس على المنصوره ديكيرنس خسر من المنصوره 0-1. هلال الضبعه خسر من بلديه المحله 0-2. المجد تعادل مع المصري بالسلوم 2-2. نبرو فاز على جمهوريه شبين بهدف مقابل لا شيء. كده ترتيب هذه المجموعه. ديكيرنس ما زال يحتفظ بالصداره برصيد 26 نقطة، يليه بلدية المحلة طنطا المنصورة ولكل منهم 25 نقطة، ثم كفر الشيخ 23، جمهورية شبين 20، أبويل الأسمدة 20، بروكسي 19، نابورو 19، الأولمبي وسبورتنج 16، المجد 14، الحمام 13، هلال الضبعة 13، المصري بالسلوم 8، بايونيرز 6 نقاط. كابتن وائل هبدأ معاك من الناحية الفنية، كيف شاهدت مباراة هذا الأسبوع؟ والله يا دكتور انا كنت يعني شايف ان المباراه كانت هتبقى يعني طبعا هو لسه المشوار بعيد جدا يعني لسه والمشوار طويل. كنت شايف ان مباراه ديكيرنس والمنصوره ديت كانت هتبقى انطلاقه لفرقه ديكيرنس بشكل كبير لو قدر يكسب المنصوره. لكن المنصوره يعني قدر يوقف فريق ديكيرنس في المباراه ديت. انا شايف يا دكتور ان المجموعه دي مباراه بست نقاط للمنصوره طبعا. كابتن ياسر يعني تحسين بحييك طبعا. كان في ازمه صحيه الكابتن طبعا احمد ساري والف ساري سلامه والف مليون سلامه كابتن ساري واحد من النجوم المحترمه وكابتن ياسر تحسين ايضا من النجوم الكبار قدر يدير. بس انا سامع دكتور ان الموضوع تعب كابتن احمد ساري ده. لا انا سامع ان في مشكله. لا اللي انا عارفه ان في استقرار. اللي انا عارفه ان في استقرار. اللي انا اعرفه ان في استقرار. نتمنى لان وجود كابتن احمد ساري برضه راجل بدا مع الفرقه في فتره الاعداد واختار لعيبته. فالمجموعه دي مجموعه شائكه يعني انا بقول لك لغايه المركز التاسع كله عنده امل في حته الصعود لغايه نابارو اللي هو 19 نقطه كل دول عندهم امل. لكن 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 مين بقى اللي هيقدر يكمل ومين اللي عنده النفس الطويل وعنده الفتره ديت اللي يقدر يتعاقد مع لعيبه على اعلى مستوى ويجيب صفقات ويحتفظ بلعبته. يعني الشرخه اللي جاب الهدف قدامك ده سموحه كانت طالباه في بدايه الموسم. لا طنطا بص انا بصراحه الدحي بدات بعد انا اتفرجت على المباراه اللي بالامس وكان بيشرفني طبعا صديقي العزيز العمده ابراهيم رسلان وكان موجود مساعد رسلان وكل ضيوفنا من الحمام. كانت مباراه ممتعه مباراه كره قدم والحمام فرقه كويسه جدا على فكره. طنطا ابدعت لكن الحمام فرقه يعني بلغه الكره رزله صعبه مش سهله. لا لو في ملعبك يمين كمان لا كابتن عمرو انور كابتن يستاهل مدرب كبير معاه كابتن حماده يونس ووليد المحروق الثلاثه وطبعا صابر وليد المحروق طبعا من المدربين الواعدين. لا عاملين يا كابتن طفره عاملين شغل كويس جدا 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 مع طنطا. على الرغم برضو ان انا سامع برضو يا كابتن حته الامكانيات الماديه برضو في كل الفلوس زي ما انا عرفت ان المحاسب فايز عريبي ومعاه السيد محمد ابو فريخه يوم الاحد هيستلموا كافه المستحقات. الراجل ده بيبهرني بالاستقرار انه حافظ على المدرب ده استاذ فايز عريبي بصراحه متخصص في دي. تمام بقيه النتائج اتفضل يا كابتن. فطبعا الفرقه اللي هي لغز في المجموعه دي كلها فرقه بايونير يا دكتور. بايونير فرقه يعني انا صعبانين عليها بصراحه يعني انا اعتقد ان الفرقه دي قربت تدخل موسوعه جينيس ان هي ممكن تكمل لنهايه الموسم من غير ولا فوز. فاعتقد هتبقى صعب جدا جدا. يعني الحاج محمد عطيه من الناس الجميله المحترمه واتمنى له التوفيق الفتره الجايه. راجل محترم جدا وانا على المستوى الشخصي انا بحب الاستاذ محمد عطيه جدا. لكن الراجل سيد مرعي رجع وجود السيد انا شفته في مباراه طنطا مع بايونيرز وجوده هيعمل حاله من انت عارف. والله انا يعني اشك في كده يعني انا 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 شايف ان الاستاذ محمد عطيه يعني بصراحه فرط
في ناس كانوا بيجتهدوا بشكل كبير جدا عشان النادي ده يا كابتن إيهاب، وكان على على مصطفى مالك. انا مع مصطفى متالق في الدوري الليبي، ما هو ماشي وفي الاول على الدوري العام هناك ما شاء الله، يعني الدوري الممتاز مكسر الدنيا. لكن انا بقول له استاذ محمد، يعني رساله مني، وهو عارف انا بحبه قد ايه، لازم يا استاذ محمد تعرف يعني، او ما تثقش في اي حد حواليك. انت الراجل كنت ماشي كويس جدا جدا، كان معاك مدير فني كبير اسمه مصطفى مرعي، الراجل دلوقتي في في في, في الدوري الليبي الممتاز، متصدر الدوري الليبي الممتاز، فانت فرطت فيه. وكمان في حاجه برضه يا دكتور، السنه اللي فاتت يا كابتن احمد، الراجل ده مصطفى مرعي هو اللي مصعد الفرقه، هو اللي مقعد الفرقه. انت ما قلتوش كده، ومعلش قللته من حقه. فلازم يا استاذ محمد، يعني اتمنى طبعا معاه مدير فني كبير كابتن عيد مرازيق، اتمنى ان هم يصلحوا الاوضاع، لكن الامور صعبه بالنسبه لهم. انا طبعا ما زلت مصر ان ايمن المزين مع ابو قيره كابتن قادر ان هو يرجع للمنافسه بشكل كبير. انا بقول لك لا تامن مكر ايمن المزين، لا المزين المزين ومع احمد نبيل في الصفقات. ما انا بقول لك في يناير انا يعني دكتور احمد نبيل، انا متوقع ان هم يقولوا التاني كلهم بصراحه هتتغير، هيغير شكله. خلي بالك الكابتن ايمن المزين كمان على فكره، بس صفقات كويسه يا استاذ منصور اللي قدامنا يا كابتن وائل. كان البعض قال تسلل، لا الكره مش تسلل. لا دكتور، انا رجعت للكابتن محمد فاروق، كابتن ايمن دجيش اكدوا صحه الهدف، ان رجل المدافع بتاع ديكيرنس كانت مغطيه الرجل بتاع المدافع، الصوره كانت صعبه جدا، رجل المدافع لما توقف ارجع مغطية. بس ارجع الكره ورا، لا لا لا، هو اخر اثنين الرجل بتاعت المدافع بتاع لحظه خروج الكره كانت مغطيه، وده اللي اكده كابتن فاروق، بس عشان الايه يبقى الهدف صحيح مليون في الميه. فهي مجموعه اعتقد ان هي لسه المشوار طويل جدا في المنافسه. عندك البلديه المحله بصراحه، بلديه فرقه تقيله وعامله فريق محترم، احمد عبد الرؤوف، انا بشيد بالمهندس مصطفى الشامي، مصطفى واحد الراجل ده لا الراجل ده تبنى مشروع احمد عبد الرؤوف وجازف بيه، لان معلش مع احترامي لاحمد عبد الرؤوف برضه لسه مش الاسم الكبير في التدريب، يعني الدكه اثبت نفسه الموسم اللي فات. لا الدكه اللي احمد عبد الرؤوف يا كابتن، يعني انا راجل اتشرفت ان انا لعبت في نادي بلديه المحله في الدوري الممتاز، الدكه اللي بيقعد عليها احمد عبد الرؤوف دي قعد عليها عتاوله ومدربين كبار جدا جدا. فان انت تثق في مدرب وتدي له الفرصه باسم كبير هو زي بلديه المحله، فبصراحه يعني ماشي كويس جدا جدا. سعيد صبحي يعني بصراحه خد فرقه محترمه زي ديكيرنس برضو، ماشي كويس على الرغم الهزيمه المباراه اللي فاتت. فلسه بدري، عصام شعبان يا دكتور في 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 شبين، في شبين عامل نتائج هايله بصراحه. واتمنى انه ما يرجعش، بس ايه يعني يرجع عن قراره، لان هو عصام قال لك انا شايف في الماتش الجاي، قال قال الماتش الجاي اخر ماتش، انا بهمس في اذن طبعا سياده النائب احمد الخشن ومعاه الحاج محمود الخياط ومجلس الاداره بالكامل، ارجوكم كابتن عصام شعبان حافظوا عليه، حافظوا على كابتن عصام. عندكم جماهير تحرك الصخر، جماهير عاشقه، جماهير زيها زي جماهير المنصوره، زي جماهير البلديه، زي جماهير طنطا، زي جماهير نابارو. يا جماعه الاولمبي الناس دي عاشقه لكره القدم، ارجوكم حافظوا على المدير. وعايز برضو لحبيبي المحترم الشخصيه اللي هي يعني عارف قمه الاحترام يا دكتور، يمكن انا قربت الفتره اللي فاتت دي من كابتن شريف الخشاب. شريف لا ده راجل، لا ده كمان ايه بقى، مخه كله كوره مدرب يعني منتخبات كبير وحاجه جداً كبيره جداً. يا جماعه ولعب بكاس عالم، وده الفوز الفوز الاول بعد ايه بعد 11 ماتش اخر مكسب، وعلى بروكسي كان كسبه المنصوره، على بروكسي بحجم بروكسي. بس بروكسي برضو عنده برضو مشكله دكتور، خلي بالك الناس مش عارف حاجه، عنده اصابات كتير الله يكون في عونه، محمد حامد اخرهم الاسبوع ده، عنده اصابات واخفات. احمد جمعه وحسام جريش، حسام جريش افضل لعيب، يعتبر انا بتوقع ان هو افضل لعيب مجموعة بحر، والمصري عايزه كابتن حسام متمسك ان هو يعني في مفاوضات جاده خلال ايام هيروح المصري فرصه، لكن محمد حامد معذور عنده طيب. اصابات وعنده مشاكل. سريعا بقى يا دكتور نروح للاحصائيات بتاعت المجموعه الثالثه. المباراه انتهت بفوز 66 مباراه، المباراه انتهت بالتعادل 45 16 ايجابي 29 سلبي، الفوز خارج ارض 45، اهداف المجموعه 183، الهدافين 138 لاعب، ركلات الجزاء 19 ركله، سجلت 15 ركله، اهدرت 4 ركلات، تغيير الاجهزه الفنيه 12 مدير فني. هدافين المجموعه دكتور محمود بصله 7 اهداف كفر الشيخ، مؤمن محسن 6 اهداف جمهوريه شبين، اليو بداره طبعا حرز الاولمبي وهلال الضبعه 6 اهداف حتى الان، رغم ان كل الناس بتقول لك الهدف الاخير بتاعه كان اشتراك مع محمد اشرف لاعب بروكسي، لاعب البروكسي، لكن هو تدخل في الكوره يبقى يحسب له. اسلام سمير طبعا 5 اهداف بريد المحله، وعيد محسن 4 اهداف بريد المحله، وميدو جمال 4 اهداف طنطا، واحمد العوض المنصوره 4 اهداف.
خلينا اقول احيي التحكيم الاسبوع ده، الدنيا هاديه، التحكيم زي الفل. كابتن احمد غندور كان موجود في المنصوره بروكسي، ادى المباراه اهميتها. محمود حسيب كان موجود في طنطا، عمل المباراه على اروع ما يكون. فانا بحيي لجنه الحكام اللي هي بدات الاهتمام بدوري بس برضه هم عملوا حاجه كويسه تحسب كابتن احمد ابو العلا والمجموعه، انهم دفعوا بالحكام الدوليين، وده ما كانش موجود في الاول. نعم، انا عايز بس رساله بس من حبيبنا الاستاذ عبد النبي النادي، طبعا اخونا العزيز ده الدينامو المحله طبعا، دينامو الغربيه بصراحه اكيد بالعلامات الجميله في نادي بلدات المحله الاستاذ عبد النبي النادي. دكتور امير شاهين طبعا اخونا العزيز استاذ بكليه التربيه بيقول مستمتعين وحلقه ممتعه بننتظرها كل اسبوع. اشكرك يا دكتور امير. وايضا احمد مصباح اخميم اخويا العزيز طبعا منورين الدنيا زي ما بقول لكم. اطلع اشوف تقرير عن المجموعه الثالثه وارجع اكمل مع حضراتكم. عند شاب فتحي اللي خد الجبهه اليسرى كده بديل بقى بعد اللي خرج محمد حسام، وكره جول مش ممكن. محمد حسام ليه صولات وجولات وحكايات والضحك، اما الضحك لو جاب جول هي والضحك تحبوه. الوضع الطبيعي لينا في نادي طنطا ان احنا ننافس على المركز الاول، وان شاء الله يكون في ده يتحقق بالانتصارات اللي جايه ان شاء الله. مرينا بفتره كده مش مظبوطه، فيها نتائج مش كويسه، لكن الحمد لله قدروا الاولاد يفوقوا. كابتن عمرو أعمل فرقه جيده جدا في كل المراكز الحقيقه، عنده بدل اللاعب اثنين كلهم مستوى متقارب بيأدوا بشكل جيد، عندهم روح رغم الظروف الصعبه اللي بنمر بيها او بيمر بيها النادي يعني، لكن الحقيقه الاولاد مقدرين المسؤوليه ومصرين ان شاء الله على الصعود للدوري الممتاز. مباراه يعني يمكن بلغه الكوره زي ما احنا بنقول مباراه رخمه شويه، بس اللعيبه عرفت تتعامل مع الموقف. كان في سنه قلق شويه من الفرص الكتير اللي ضاعت في الشوط الاول، بس الحمد لله الضغط اللي حصل في الشوط الثاني قدر انه يصفن على الهدفين، وضيعنا يمكن حتى كمان اكتر من فرصه كان ممكن تنهي اللقاء بدري يعني، بس بقول الحمد لله يعني ثلاث نقط مهمين وان شاء الله اللي جاي بقى افضل باذن الله. اولا بنهني نادي طنطا على الثلاث نقاط، فريق محترم ربنا يوفقه، وهارد لك لينا ولاعبتنا، لعيبه رجاله في ظل الامكانيات المتاحه. بنحمد ربنا على كل شيء نتيجه، احنا كان طموحنا ان ربنا يكرمنا نطلع بنتيجه ايجابيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني. وير كان في توفيق النهارده في الفرصتين ثلاثه اللي راحوهم، جابوا منها واحده. كفر الشيخ راحت 7-8 فرص مؤكدين في الاخر، نقول الحمد لله. عايز اشكر لعيبه كفر الشيخ، اقول لهم انتوا لعيبه رجاله قوي، لغايه الاسبوع ال14 بتنافسوا على المركز الاول، وان شاء الله باذن الله اللعبه دي هتحقق حلم كفر الشيخ السنه دي. الحقيقه بقى لنا فتره الكوره ما عندنا، الاولاد بالظبط الاولاد بيأدوا بشكل مجتهد، جهاز فني بيجتهد على قد ما يقدر، التدعيمات الجديده تقريبا دفع بيها كلها، ولكن الكره ما عندنا. انا بقول لهم ما ضاقت الا لما فرجت، هنستمر وهنشتغل وهنجتهد، ولسه مشوار طويل، هنرجع تاني زي ما دائت ان شاء الله زي ما فرجت. رقم 22 عبد الرحمن جلدي، وعبد الرحمن جلدي ياخدها مؤدا ويطيب حكيم. الله 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 الله، وحيد محسن يا ولد، روح روح تعدي مره اخرى. الدوري لسه طويل قوي، لسه 16 مباراه، لسه مباراه من الدور الاولاني و15 مباراه من الدور الثاني. الدنيا ممكن تتقلب، الفروق في النقط فروق قليله جدا، محدش عارف الدنيا هتمشي ازاي. اللي هيبقى عنده استقرار في النادي واللي هيبقى عنده دعم مادي ومعنوي واستقرار في النادي وهو ده اللي هيكمل. بشكر مجلس اداره وبشكر اللعيبه بتاعي وبشكر الجهاز الفني وبشكر الجمهور، بشكر الناس جايه ورانا من المحله، يعني احنا بنهدي لهم الفوز ده، وان شاء الله نتقابل في ماتش التنس ان شاء الله. احنا طالبين بس حكم كبير زي الحكام زي النهارده، حكم محترم زي ماتش فات كابتن ابراهيم نور الدين. الدنيا بدات تتظبط في الحكام، ماتش كبير، ماتش اول بيلعب تاني وفرق نقطه. احنا بنطلب بس من لجنه الحكام حكم على قدر المسؤوليه. Yeah.
كرة خطيرة والارتفاع العالي والباكورد العكسية. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية. طيب مباراة الأسبوع القادم بروكسي هيكون مع نابارو، جمهورية شبين مع المجد، المصري بالسلوم مع هلال الضبعة، بلدية المحلة مع دكرنس مباراة القمة، المنصورة مع طنطا مباراة القمة الثانية، الحمام مع كفر الشيخ، أبوير للأسمدة مع سبورتينج، وبايونيرز مع الأولمبي. دي هتكون مباراة الأسبوع القادم. طيب النهاردة في مجموعة الصعيد المجموعة الأولى جاءت النتائج على النحو التالي: مصر المقاصة تعادل مع الجونة في مباراة ماراثونية 3-3، المدينة المنورة خسرت من الألومنيوم 0-3، اسمنت أسيوط خسر من كيما أسوان 0-2، تليفونات بني سويف خسر من لافيينا 0-4، النصر التعدين تعادل مع بترول أسيوط بدون أهداف، شبان إنا تعادل مع مركز شباب طامية 2-2، غدا إن شاء الله الفيوم مع ملاوي والمنيا مع ديروت. كده ترتيب هذه المجموعة حتى بعد مباراة اليوم: لافيينا في المركز الأول 32 نقطة، بترول أسيوط 31، الجونة 28، مصر المقاصة 26، نصر التعدين 20، الألومنيوم 19، كيما أسوان 19، أسمنت أسيوط 17، ديروت 15، المنيا 14، مركز شباب طامية 14 أيضا، ملاوي، شبان إنا 13، الفيوم 12، تليفونات بني سويف 10، والمدينة المنورة 9 نقاط. ولأول موسم منذ زمن بعيد مجموعة صعيد تكون ملتهبة كالعادة. كابتن وائل، لافيينا استقرار محمود الأسيوطي سيف وائل حبيب تحت عنوان الاستقرار. ثلاثي خطيرة يا دكتور، يعني مع حفظ الألقاب محمود الأسيوطي، سيف الأسيوطي، وائل حبيب، دول لوحدهم منظومة، يعني دول لوحدهم منظومه اتحاد كوره. والله يعني ينجحوا اي الهدف مكان. ده الهدف اللي انا بقول لحضراتكم عليه، اللي من اجمل هدف الهدف الاول بتاع هشام نيمار برضو. هدف جميل جدا من اللعيبه المميزه جدا. لا ده ماريو ده الفيرود، ده ماريو ده من الفراوده كويسه جدا على فكره، ومن هدافين مجموعه الصعيد. النهارده يمكن لافيينا عمل جيم مع التليفونات بني سويف يا دكتور. الشوط الاول عمل كل خلصوا حاجة. المباراه خلص. يعني خلصوا المباراه النهارده، يعني خدموا نفسهم، والنهارده في ثلاث فرق خدموهم. تعادل بترول أسيوط، تعادل الجونة، تعادل الجونة المقصة، وتعادل طبعا البترول. لافيينا فرقة كبيرة جدا، فرقة محترفة بلغة كرة القدم، كل حاجة عندهم منظمة. وائل حبيب يا دكتور، أنا من يعني وائل حبيب على فكرة أخويا، يعني من أغلى الناس عندي. الشخص ده يا دكتور، بمناسبة احنا بنتكلم على لافيينا يا دكتور كابتن أحمد، الشخص ده او الانسان ده لازم الاستفاده من الكره المصريه تستفاد من وائل حبيب. انا ده يعني طلب بطلبه بجد. وائل حبيب ده يعني كنز والله كبير جدا على دكتور ايهاب. لازم الاستفاده بخبراته الاداريه، لان وائل حبيب كل تجاربه نجاحها يا استاذ احمد. فشخص بصراحه يعني حاجه هايله جدا. انا بشوف شغله وتعبه في في في, في مع لافيينا ومع الفرقه ومع في المنتجع هناك. يمكن انا منتجع الحاج محمود الأسيوطي ده انا مسميه منتجع الخير. انا واحد من الناس بصراحه دكتور بروح هناك بحس ان انا يعني امتلك المكان ده من الكرم اللي الواحد بيشوف فيه كابتن احمد. فلافيينا طبعا فرقه كبيره، بيعيد تجربه الاسيوطي وبيراميدز. اعتقد ان هم يعني هدفهم دايما على البطوله، دايما بيلعبوا على المنافسه. لكن طبعا في فرق محترمه، في بترول اسيوط مع النجم الكبير كابتن هشام عبد المنعم اللي انا يعني بقدره جدا جدا، لان الراجل ده ما بسمعلوش صوت يا كابتن احمد. وهو بيعتبر بطل المجموعه، لان هو بيشتغل اقل امكانيات في الناس اللي بتنزل. لا مدرب كبير جدا وحاطط البترول السنه دي بشكل كويس جدا كويس. جدا الجونه طبعا مع بيبو بيعيد تجربته مع اسوان، هيبقى برضو من الفرق اللي بتنافس. طارق حجاج في المقصه، وده المفاجاه. لا طارق في القيف والقيد وما عندوش لعيبه، بس اعتقد ان هي المشكله اتحلت. يعني أيوة مشكلته متحلت، بس هم برضو يعني ان هو ياخد الدور الاول طبعا بالشكل ده. لا يبقى طارق حجاج مدرب محترم. وعايز اقول لحضرتك يا دكتور، الخلاصه بتاعه المجموعه دول او المجموعه دي، هم دول الرباعي اللي هتلاقي منهم فرقه في الدوري الممتاز الموسم ده. هم دول الاربعه صح. يعني مع كامل احترامي بقى للالومنيوم، كابتن ابو طالب العسوي عامل مجهود كويس وقدر يرجع بفريقه الالومنيوم اعتقد، لكن المنافسه على الصعود للدوري الممتاز صعبه. ممكن يدخل للفرق اللي هي او يحجز تذكره من التذاكر بتاع الدوري المحترفين خمسه الاوائل. المنيا طبعا مع كابتن نبيل محمود بصراحه عامل نتائج هايله جدا جدا. فؤاد سلامه، انا بقول لك يا دكتور ان فؤاد سلامه من المدربين الموهوبين، مدرب هايل
بيشتغل بامكانيات قليله جدا. ابو طالب العيسى بصراحه نقل، ما انا بقول لحضرتك ما انا اتكلمت قلت ابو طالب العيسى وعمل نتائج كويسه جدا مع فرقه الالومنيوم. في مدرب موهوب تاني في المجموعه ديت، يعني انا بشيد باثنين مدربين بصراحه، سواء فؤاد سلامه او ابراهيم صدقي في ملاوي. يعني انا يمكن انا حضرت المباراه الاسبوع اللي فات يا دكتور، ملاوي والاعلاميين في الاعلاميين، فوقفت مع لعيبه الملاوي يا دكتور، يعني حكوا لي ظروف بيمروا بيها، او فرقه ملاوي بتمر بظروف صعبه جدا. يعني تخيل المعسكر اللي هم كانوا عاملين مبيت في القاهره قبل المباراه، لمين من جوبهم يا استاذ احمد فلوس عشان يقعدوا او يعملوا معسكر في القاهره. وطبعا كابتن اينو في فرقه الفيوم، اعتقد بس حبه استقرار مع فرقه الفيوم من المدربين المحترمين جدا كابتن اينو. تليفونات بني سويف، يعني اعتقد الامكانيات الماديه اللي هناك صعبه جدا. يعني كتر خير عماد عبدين، فمع انه برضه نفس الشغل اللي بيعمله المدربين الكويسين جدا، يعني جداً من تاريخ المدربين. لكن انا رحت الاقصر وقعدت معاه، كان الله في عونه، كان الله في عونه. احصائياتك الاحصائيات يا دكتور على طول، اجمالي مباريات المجموعه 109 مباراه، مباراه انتهت بالفوز 76، انتهت بالتعادل 33 مباراه، 23 ايجابي 10 سلبي، الفوز خارج الارض 22 مباراه، اهداف المجموعه 256 هدف، الهدافين 179 لاعب، ركلات الجزاء 31، سجلت 23 وهدرت 8 ركلات، عدد تغيير الاجهزه الفنيه 10 تغييرات، هدافين المجموعه كابتن يا دكتور او يا كابتن وائل، رجب مارو 9 اهداف لافينا، حسام ايفونا 6 اهداف الجونه، مصطفى صدفه 6 اهداف بطرق صوت، ابراهيم السامولي يعني السنه اللي فاتت كفر الشيخ والسنه دي بسم الله ما شاء الله بيهدف مع بطرق صوت حاجه جميله، 5 اهداف، هشام نمار 5 اهداف لافينا، حماده جلال فاكره؟ طبعا اللاعب المخضرم حماده جلال النصر التعدين 5 اهداف، وليد عطيه دكتور ايهاب بطرق صوت 5 اهداف. انا عايز برضه اشيد بكمال الزين برضه، ده كمال الزين واحد من يعني شيوخ المدربين طبعا، شبان يعني بصراحه يعني هايل. بعت لي الكابتن احمد نبيل والاسمنا طبعا دكتور احمد، مساء الخير يا دكتور، بتحيات الموسوعه الاخ الاكبر الاستاذ احمد القصاص، ولعيشه عمر كابتن وائل فؤاد، عتاب كبير على طاقم تحكيم ومرتب والاسمده وكفر الشيخ ليس على مستوى قوه المباراه، ودائما ابدا برغم كثره اخطاء الحكام ستظل ابو خير الاسمده داعمه للجنه الحكام. بيعاني ابو خير السنه دي ياما من الحكام برضه، وان شاء الله احنا عندنا انتفاضه هو بعت هو بعت لي حالات اكيد هتروح ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه، يعني يروح لهم حكام دوليين وما يتعرضش الكابتن احمد نبيل وكابتن ايمن مزين لاخطاء تحكيميه، لان برضو ابو قير صارف وعاملين فرقه كويسه طيب نروح نشوف تقرير المجموعه الاولى وارجع اكمل مع ضيفي الكريمين. مبسوط جدا طبعا من اداء الفرقه، بس بيقول لك احنا هنقسم الماتش شوط اول وشوط ثاني. الشوط الاول كان اداء ممتاز، الروح القتاليه موجوده، لعبنا على الهجمه المرتده بصوره كويسه وقدرنا نسجل 4 اهداف. الشوط الثاني اللعيبه كانت نازله مطمنه شويه، فكت زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، فكت شويه وعملنا شويه تغييرات برضو، ادينا فرصه للناس اللي هي تشارك ثاني، النتيجه مستريحه، ادينا فرصه للناس اللي تشارك اللي ما كانتش نسبه المشاركه بتاعتها كويسه. ده نتيجه يعني اجمالي الماتش بالنسبه لنا. ما لعبناش كوره غير الشوط الثاني، الشوط الاولاني الاولاد يمكن اتشدوا شويه لعدم الخبرات الموجوده، ما لحقناش تدعيماتنا للاسف ما لحقناش غير 2-3 لعيبه اللي نقدر نضيفهم النهارده، بس ان شاء الله انا بوعد باذن الله بعد اللعيبه المحترمه اللي احنا قدرنا نضيفها على المجموعه الكويسه اللي معانا، لا ان شاء الله الشكل هيختلف. من ايام وانا في الزمالك طبعا كان من عندي 4 سنين ونص، كان ورايا على طول في مباريات في تمرينات، ما كانش بيسيبني خالص، فهو كان الدعم ليا دايما، هو في ظهري، يعني هو عايزني ابقى احسن واحد في الدنيا طبعا، فبشكره وربنا يخليه لي يا رب.
الحمد لله على كل شيء. وماتش ضد فرقه جونا فرقه محترمه، احنا الاثنين نازلين مدار ممتاز. انا بحمد ربنا ان انا الحمد لله ككوره انا لعبت النهارده افضل كوره. دخل فيها كل الاهداف اللي جت فيها جت ثوابت مش كوره، لكن انا جبت اهداف الحمد لله. لعبنا كوره وادينا كويس، وان شاء الله ده يطلعنا بس من الكبوه اللي جت هنا في الماتشين اللي فاتوا. فالحمد لله ان احنا ما خسرناش، الحمد لله النتيجه الى حد ما بعد الهزيمتين اللي فاتوا الحمد لله كسرنا سلسله الهزايم. دي حاجه كنا في اوقات كتير قريبين من الفوز الحمد لله. عندنا الخبرات قليله، اعمار اللعيبه صغيره، احنا عندنا الباك رايت بتاعنا 2004، عندنا اثنين البدل اللي نزلوا 2004، عندنا طبعا الناس عارفه مشكله القيد. الحمد لله اثنين عبد محمد هدف الماتشات صعبة، مفيش ماتش سهل. ثلاثة بونت مهمين جدا، بقالنا ماتشين ما بنكسبش، دروم مع المنيا وكان فيها هزيمة قبل كده من اسمنت اسيوط، فكنا محتاجين المكسب قوي. مباراة فعلا صعبة في كل احداثها، الحمد لله ربنا كرمنا مكسب كويس، هينقلنا نقلة كويسة، هنبدأ بعد كده نفكر بإذن الله في اللي جاي. أنا مش راضي طبعا على الأداء، لأن الأداء وحش جدا جدا، أخطاء ساذجة اتمرنا عليها كتير، إنما ببارك طبعا لأبو طالب وفرقته أفضل بكتير مننا من الناحية البشرية مش المادية، تقريبا المادية يمكن إحنا اللعيبة عندنا خلاص عودناهم ان احنا نلعب بدون اي حاجه، انما لا المجلس واقف معانا وبندعمهم بالجديد القناوي بالجهاز الفني بكل حاجه، انما هم لعيبه يعني مش قادر اقول لك اخطاء ساذجه يعني ما يترتب عليها ثلاث، ما حدش هيصدق النتيجه 3-0. Transcendence in nature. Others overcome yourself at rage. Some shut down the الحمد لله ما فيش توفيق معانا، يعني الحمد لله يعني ادينا ماتش كويس، بس اللعيبه ادت من احسن الماتشات اللي على ملعبنا اديها. وبرده بشيد بالحكم النهارده، حكم المباراه كابتن محمود ما شاء الله ادى مباراه كويسه، اللعيبه عملت اللي عليها، والاسبوع اللي فات احنا كنا شغالين على حاجه معينه بنشتغلها في الملعب ونفذناها النهارده بشكل كويس، بس باستثناء اصابه هيثم الفيل هيثم السايح في اول الماتش عصرت معانا سلبا. من بدايه المباراه بدايه ايجابيه، سجلنا هدف برضو وفضلنا نضغط في كرة مرتدة، يعني مش عارف خطط الخطة أم لا، لكن الحكم هو الأقرب بصراحة والرأي أقرب، فإنه اتحسبت هدف. الحمد لله رب العالمين على المكسب وعلى فرقة الأسمنت، فرقة كويسة فرقة محترمة في ملعبهم، وإن شاء الله تكون بداية لنا بإذن الله في اللي جاي إن شاء الله. إحنا كان بيقابلنا سوء توفيق في النتائج في الماتشات اللي فاتت، وكنا بنأدي بس ما فيش الحمد لله، لكن يعني شكلها تمشي معانا ان شاء الله، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الفتره اللي فاتت دي بيسوا توفيق معانا، الحمد لله احنا بنشتغل احنا عاملين فرقه سعود، الحمد لله تدينا فتره قديمه في فرقه سعود، الحمد لله على الهدف ده دي لوالدتي ووالدي واخواتي ومراتي، الحمد لله ده توفيق من عند ربنا. شايف ان النتيجة عادلة، يعني في ظل احنا ضيعنا كرتين ثلاثة وهم برضو ضيعوا كرتين ثلاثة، ومباراة كانت كويسة تليق بفريقين بنفسه على او موجودين في المنافسة. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية، معي عبر الهاتف الأستاذ شريف هندي رئيس مركز شباب الدلنجات اللي موجود في مجموعة كفر الشيخ في القسم الثالث، وفي المركز الثاني أعتقد بـ 36 نقطة زي ما أقول لحضراتكم. شريف برحب بحضرتك وأهلا وسهلا. ربنا يبارك في سعادتك يا دكتور، حضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير. حضرتك طلبت يا أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك طلبت المداخلة بعد إلغاء مباراتك هذا الأسبوع أمام سخا لعدم وجود سيارة إسعاف مجهزة. اتفضل يا فندم. تمام، هو حضرتك اللي حصل ان الفرقتين كانوا موجودين في الملعب في مركز شباب ايتاي من الساعه 12:30، وجم الحكام الساعه 12:30 فعلا، سال على عربيه الاسعاف فقلنا له العربيه موجوده،
وبدات الناس بقى تعيش يومها عادي خالص يعني. نزلت الفرقتين حوالي الساعه 2 يسخنوا في الملعب والحكام نزلوا يسخنوا. دخلوا الناس تغير لبس المباراه. طلع فوجئنا الساعه 2:30 ان الحكم الساعه 2:30 الا 5 بالدقيقه عايز يبص على عربيه الاشعاع. اتفضل يا باشا العربيه موجوده اهيت. راح لقى مسعف ولقى الدكتور اخصائي علاج طبيعي بمستشفى دمنهور التعليمي ولقى الكرسي المتحرك. رجع قال لا انا كده عايز عربيه من هي هيئه الاشعاع. طب حضرتك هجيب لك عربيه هيئه الاشعاع منين دلوقتي؟ الساعه 2:30 الا 5 مش هنلحق اجيب لك اشعاع. بعدين حضرتك العربيه ديت ان انا بلعب بيها بقالي سنتين متواصل يعني مش اول ماتش العب بالاسعاف ديت. الاسعاف دي اللي موجوده معايا في كل ماتشاتي. طبعا انا كان منقول لمباريات خارج ارضي فمش هعرف اتصرف يعني. طب المهم قال طب فين الراجل الدكتور بتاع المستشفى؟ جبنا الراجل قال خلاص هاتوا لي الكرسي المتحرك. جبناه حطيناه جنب مراقب المباراه وتمام. قال خلاص انا هلعب الماتش ونزل بالفعل ومعايا فيديو بالكلام ده مصور. نزل الراجل عمل القرعه وكل فرقه راحت مكانها. فوجئنا ان هم وقفوا تاني مع بعض. قال لا انا عايز عربيه من هيئه الاشعاع. يا كابتن ما انت حضرتك كنت هتلعب الماتش اجيب لك منين عربيه اشعاع دلوقتي؟ قال لي لا انا عايزها دلوقتي. يا فندم طب ما فيش وقت حضرتك. قال لي ماليش دعوه. اتصلت ب 123 قدامه هيئه الاسعاف. قال لي انا قدامي من نص ساعه ساعه الا ربع عشان اكون موجود عندك. قلت له كابتن مش اقل من نص ساعه اديني وقت والعب حضرتك الشوط الاول لو العربيه ما جاتش يبقى الغي. بعدين حضرتك انت معترض على الاسعاف طب ما تقول لي من الاول ما انت حضرتك سائل عليها من الساعه 12:30 ينفع تنزل تعاين العربيه الاسعاف الساعه 2:30 الا 5؟ طب انت لو حضرتك هتعترض عليها هجيب لك البديل بتاعها ازاي يعني؟ شمال يمين شمال يمين 10 دقايق وما صفرش هو في الملعب كمان جه داخل الاوضه قال انا مش لاعب الماتش. طب يا كابتن طب مين السبب؟ طب ايه اللي خليك حضرتك ترجع في كلامك؟ انت قلت هتلعب. بعدين عربيه الاسعاف دي باكد على حضرتك ان بقى لها سنتين شغاله معايا في الدوري السنه دي والسنه اللي فاتت ما غيرناهاش خالص محدش اعترض عليها. وللعلم ان المراقب المباراه من البحيره حاضر معانا اكتر من 5-6 ماتشات بنفس عربيه الاسعاف. يحيى بلبح الدكتور يحيى بلبح. طب لو سمحت معلش انا عايز اسال سؤال بس هو فضل. يعني اعتراضه كان على ايه في عربيه الاسعاف؟ ان هو ان يكون الدكتور موجود والكرسي المتحرك جبناهم له هو ما كانش عنده اعتراض الحكم الاول يعني السياره تكون مجهزه يعني ما اعرفش بقى هو عايز ايه فيها تاني. هو على اهم حاجه عنده الدكتور والكرسي المتحرك جبنا له الاثنين ونزلناهم بالفعل ارض الملعب. طب عربيه الاسعاف مش لازم فيها هو كابتن شريف. ازيك يا استاذ شريف عامل ايه؟ ازي حضرتك يا باشا حضرتك طيب الله يخليك. هو في حاجه يا دكتور انا هنكلمك برضو عليها. هو كان نزل الملعب وعمل القرعه كان لعب الماتش لكن هو القانون بيقول ايه بقى؟ بعد اذنك يا دكتور هرد انت ايه في ديت العربيه تكون مجهزه. مجهزه ايه؟ من اسعاف حكومي وليس جمعي. لان الاسعاف الحكومي ايه يا كابتن وائل برضو عشان نوضح لك عشان انت سالت. الاسعاف الحكومي فيها الواقي بتاع بلع اللسان فيها شنطه اسعاف اوليه للحاجات دي فيها النقاله الاكسجين كل ده موجود فين؟ في السرع الحكومي مش موجود في الجمعيات. هم اللي جات جمعيه هم اللي بيحصل في الملاعب معظمها ياخدوا الجمعيه ليه؟ لان ايجارها ما بين 200 و250 ارخص لكن الحكومي 750. لكن هو الحكم هنا اخطا في حاجه كان نازل الملعب عمل القرعه خلاص كان لعب او يشوفها من فتره ايه عنده ايه بقى؟ لا ده خد بقى الايه اللي انا بتكلم بقى استاذ شريف هو الحكم اخطا ليه كمان وصل لان هو والمراقب هم عندهم تعليمات بكده لازم يتواجدوا في الملعب قبلها بساعتين يا دكتور يعني معاينه سياره الاسعاف وليس قبلها بربع ساعه او نص ساعه قبلها بساعتين ليه؟ عشان النادي يتفادى صح كده لو في سياره الاسعاف مش مجهزه يلحق ينزل الاستاذ شريف ما بيتكلم يجيب سياره اسعاف فالاستاذ شريف بس هو محق في حاجه ولازم يعني يتم اعاده النظر في القصه طالما الحكم نزل ارض الملعب وعمل القرعه هنا بقى الكارثه بس كده تمام. اشكرك يا استاذ شريف شكرا جزيلا. تمام يبقى يوضح ده كله ويبعت مذكره للاتحاد بالظبط والاستاذ مصطفى عيسى وطبعا بيشرف الاستاذ مصطفى عيسى يا دكتور ماتش الزرقاء ودمياط راح قبل الماتش بساعتين وهو رئيس لجنه مسابقات القسم الثالث تمام قبل الماتش طبعا في وقت نزل بنفسه يعني شاف سياره الاسعاف لقاها غير مجهزه جمعيه غيرها جابوا له سياره اسعاف هنا بقى الراجل اللي ايه خبرة. الاداري الخبره الواعي فانا طيب. بقول للاستاذ شريف هو معاه حق ليه طيب. الحكم نزل وما جاش وبعدين نمره 2 الخطا الثاني ما عينش قبلها بساعتين حسبت كابتن خلاص يبقى ديت ايه ما كانش ابدا نجات معذور في القصه من حقه هو يتظلم واتمنى طيب. الانديه كلها يا دكتور تجيب سياره اسعاف حكومي وليس جمعيات تمام طيب.
كابتن طارق الدالي طبعا سمبلاوين بيمسى عليكم، بقول استاذ احمد وكابتن وائل فؤاد حبيبي، كابتن وائل عينه حلوه على اختيار اللاعبين وكان بيساعدنا في اختيار اللاعبين في ممتاز بيت، تحياتي له دايما بدعم الانديه اكثر احتياجا في كل درجاتنا، كنا نتابع اتحاد الكره المحترم والوزاره بتاخد علينا مبالغ قليله. تمام يا كابتن طارق، وصلت الرساله. طيب اخد بكره توقعاتكم حبيبنا كده. بس محمد الحسيني بعت لنا رساله بيقول لك الحزن بيخيم على هذه هيحصل دلوقتي، ده لازم اقولها بكل تاكيد. اخد بس بكره الاول المباراه اللي هتتلعب سريعا، ترسانه وبتروجيت، توقعك للمباراه؟ ترسانه وبتروجيت المباراه دي سريعا تعادل الترسانه يكسب. طيب استاذ احمد الاعلاميين والقناه؟ القناه يكسب القناه. طيب النصر والانتاج الحربي؟ كابتن وائل تعادل. كابتن احمد يعني تعادل زي كابتن وائل. السكة الحديد مع بورتو سويس؟ السكة الحديد يكسب. السكة الحديد يكسب رغم اشرف توفيق عنده افضل فرقه في المجموعه. تمام. لكن عنده سوء حظ غير عادي. تمام. لكن السكه نظرا للانتفاضه اللي عنده وامير عزم جاهز والكل جاهز يعني فانا اتوقع فوز السكه الحديد. طيب المباراه اللي بعد كده وادي دجله وزد، مباراه القمه. لا دي مباراه جامده جدا دي. وادي دجله وزد تعادل سريعا فوز زد. طب يلا حاضر يا جماعه ادوني بس دقيقتين، فاضل ثلاث معانا دقايق كده او دقيقتين. يلا سريعا الاتصالات والمنتخب السويسي والمستقبل. منتخب السويس السويس اتصالات اتصالات والعبور استاذ احمد. الاتصالات كهرباء اسماعيليه وايسترن. المباراه دي اتمنى فوز ايسترن لكن المباراه هتبقى صعبه، ممكن تعادل. تعادل تعادل. طيب خليني برضو اقول للدكتور محمد يوسف وكيل وزاره الصحه بني شويه بيمس عليكم النجم المتالق. دكتور محمد من الناس الجميله جدا المتابعه لبرنامجنا على طول، اشكرك شكرا جزيلا. منتخب الاسبوع منتخب الاسبوع دكتور طبعا منتخب في حراسه المرمى مصطفى شيكو المنصوره، في الدفاع مساكين محمد حسام طهطا، محمد امين المغربي قناه، باك رايت حسام حسن بريد المحله، باك ليفت مازن رضا شباب طميه، في خط الوسط علي محمود ديفندر المصري بالسلوم، سامح ابراهيم ديفندر بتروجيت، احمد رافض صانع العاب مصر المقصه، رجب مارو هداء هاف لافينا، عبد الرحمن الدح هاف طنطا، علي حسين راس حربه وادي دجله، مجموعه سعيد افضل مدير فني ابو طالب العسوي فاز على الامونيوم 3-0، مجموعه القاهره سامر ابو الخير فاز على مستقبل اللي هو مدير فني مستقبل الوطن فاز على 3-0، بحري احمد ساري فاز على ذكرنس 1-0. شكرا لمحمود درويش محمد الشامي جمال عقل يا دكتور ايهاب، والف مبروك لاسامه محمود الزفاف. طيب اشكرك. ابوكا كانت تحسم صفقته مع الزمالك خلال 48 ساعه. بعزي في نهايه حلقتنا استاذنا العزيز والصديق العزيز الاستاذ علي سليم رئيس نادي بني سويف السابق في وفاه عمه اليوم، رحمه الله سبحانه وتعالى بواسع الرحمات واسكنه فسيح الجنات. ودي كانت حلقتنا النهارده، بشكرك كابتن وائل فؤاد، بشكرك كابتن احمد كالعاده متالقين. والاسبوع القادم نلتقيكم في حلقه اخرى، حتى هذا الموعد دمتم في امان الله.